اهلا بحضراتكم في برنامجكم الموروث القبطي، تراث القبطي. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت على المدن داخل الكتاب المقدس، وكنا وقفنا عند نقطه مهمه. هو دي المدن الوحيده اللي ذكرت داخل الكتاب المقدس ومرتبطه بخروج شعب بني اسرائيل من مصر، ولا في حاجات تانية اتكتبت داخل الكتاب المقدس؟ طب وان اتكتبت، هل هي برضو ليها ما يميزها اليوم، وان هي لازالت موجوده في مكانها ولا لا؟ طبعا احنا كنا وقفنا عند برية سينا، وقلنا ان سينا مهمة جدا، وطبعا سينا يعني منطقة الجبال وفيها جبال ضخمة قوي، لكن من اهم الجبال هو جبل حريب. جبل حريب هو الجبل الذي ذكر في خروج شعب بني اسرائيل، وانهم قعدوا في المدة دي قرابة السنة الكاملة. الجبل ده هو الجبل اللي استلم من عليه تحديدا موسى النبي من الرب الوصايا العشر. مش بس كده، كمان الجبل ده هو الجبل اللي ضربوا موسى علشان ينشق الصخر وعشان يطلع منه الميه لما تذمر شعب بني اسرائيل، وقالوا ان مفيش ميه في المكان، وبالتالي الجبل ده مهم جدا. مش بس كده كمان، ده جبل حريب هو الجبل اللي التجا اليه ايليا النبي بعد كده لما جه لمصر. اذا الجبل ده مهم جدا، ولا زال الى الان موجود، وبيشهد منطقه او تشهد منطقه سيناء على وجود الجبل ده، بالرغم من ان في اقاويل كتير جدا دلوقتي، وان في ابحاث قايمه في العالم كله علشان يثبتوا ان جبل حريب اللي موجود في منطقه سيناء اللي موجوده داخل مصر ما هوش الجبل اللي استلم من عليه موسى لوحي الشريعه. طبعا الكلام ده مش مظبوط، وبيحاولوا يثبتوا انه في جبل تاني. بس حقيقه هقول لحضراتكم حاجه بسيطه، الجبل ده لما بنروحه وبناخد منه قطعه من الصخر، بنلاقي ان هو نفس الصخر نفسه عليه كانه عامل زي شكل اشجار، وهو بيجدد نفسه بنفسه، والاشكال موجوده عليه وواضحه عليه جدا. اذا ده معناه ان هو جبل مختلف عن اي جبل تاني موجود في المنطقه، وهو بالفعل الجبل اللي ظهر عليه الرب على المكان. طيب غير جبل حريب، جبل حريب حقيقي فعلا ذكر في الكتاب المقدس، مش بس ذكر كجبل عادي، لا ده ذكر حوالي 17 مرة داخل الكتاب المقدس. مديان هي منطقة ذكرت داخل الكتاب المقدس، ومديان ده الاسم أحد أولاد إبراهيم من قطورة. مديان هو اسم سامي، وده معناه اللي هي محكمة. مديان ديت هي منطقة كانت بتطل على خليج العقبة من المناطق بتاعة طور سيناء، وكان الإسماعيليين أصلا من السكان منطقة مديان، وسكنها موسى مدة في المنطقة ديت. هلاقي كمان ان من ضمن المدن او من ضمن المناطق اللي ذكرت داخل الكتاب المقدس عندنا منطقه اون، ومنطقه اون هي منطقه جايه من ايون، وايون هي منطقه عين شمس هليابلس المطريه. منطقه اون هليابلس المطريه هي منطقه مهمه جدا بالنسبه لنا، لان المنطقه دي لازالت موجوده الى الان، والمنطقه دي حتى هي منطقه كبيره بالنسبه لنا. دلوقتي هي في نطاق القاهره، لكن هي منطقه ليها قيمه كبيره لانه كان بيتم فيها عباده كمان اله الشمس. منطقه اون او منطقه اونو او ايون اللي هي كمنطقه مصريه قديمه هي معناها الحجر او العمود. منطقه اون هي نفسها طبعا المنطقه او مدينه الشمس اللي وردت داخل سفر اشعياء النبي في الاصحاح 19 ايه 18، وداخل ارميا النبي في الاصحاح 43 ايه 13. طبعا معروف انه من مدينه اون تزوج يوسف من اسنات، وبالتالي هي منطقه لها قيمتها، وكان الكاهن كان هو كاهن اون. هلاقي كمان ان من ضمن المناطق اللي ذكرت في عند المصريين القدماء هي منطقه تحفنحيس، ومنطقه تحفنحيس هي منطقه موجوده شمال غرب القنطره. في ناس بتتداخل ما بين المنطقه دي وما بين منطقه منفيس. منفيس اللي هي منطقه الجيزه حاليا، اللي هي مركز البطرشين هناك في الجيزه، ومنفي دي مختلفه عن منطقه تحفنحيس، لان دول منطقتين مختلفتين عند المصريين القدماء. تحفنحيس هي اسم امرأة فرعون، اللي هو طبعا اللي كانت اصلا جاية من مصر في عهد سليمان الملك، وذكر داخل سفر ارمياء النبي. ولما جه ارمياء النبي وعاش مع بنات سرقية، قالوا ان هم عاشوا في منطقة تحفنحيس، وهي دي المكان اللي لقوا فيه تحديدا القصر اللي تم اكتشافه اللي بيرجع لفترة سماتك، وقالوا انه ده القصر الخاص ببنات اليهود. هلاقي كمان انه من ضمن المناطق اللي ذكرت داخل الكتاب المقدس واللي برضه هنتطرق ليها بعد كده تاني، هي منطقه في باستا او تل باستا او بير باستت ان باستت، يعني بير باستت يعني مدينه الالهه باستت. عشان برضه ارجع مع حضراتكم لفتره بسيطه،
تال باستت او تال باستا اتسمت بباستت نسبه للالهه باستت اللي هي الالهه القطه. ومعلش انا هقف عند الحته دي شويه، ناس كتير بيشوفوا ان المصريين القدماء كانوا بيتعبدوا للحيوانات عشان الحيوان، لا هم حقيقي مش الكلام مش كده، هم بيتعبدوا للحيوان علشان هم بيشوفوا ان الحيوان ده ممكن يبقى فيه مصدر خير ومصدر شر. الحيوان فيه الحاجه المش كويسه اللي ممكن يعملها، يعني زي مثلا التمساح اللي هم طبعا حياتهم كلها قايمه على نهر النيل، فكانوا بيتعبدوا للتمساح خصوصا لان هم كانوا بيشوفوا انه لما هيتعبدوا للتمساح هم هيتقوا من شر هذا التمساح. عشان كده التمساح كان مرتبط بالاله سابق او الاله سات، ودول الهه الشر، فهم كده لما بيعبدوا التمساح ده يعني كانهم بيبعدوا الشر بتاعه عنهم. كذلك باقي الحيوانات، هم بيشوفوا ان كل حيوان له قيمه، وعلشان كده هم كانوا بيتعبدوا في شكل الحيوانات. باستت هي القطه اللي كان بيتم عبادتها في المنطقه بتاعت في باستا، وعشان كده اتسمت المنطقه على اسمها. منطقه في باستا هي المنطقه اللي موجوده لحد النهارده، وهي الزقازيق. تل باستا هي موجوده في الزقازيق، هي محافظه الشرقيه، ودي طبعا كانت عاصمه الاسره البوباستيه اللي ذكرناها قبل كده، واللي كانت من ايام الاسره ال 22 واللي اسسها الملك شيشانك الاول. وردت في الكتاب المقدس على انها في باستا في مزمور 20 ايه 7. صوعن هو طبعا اسم مصر قديم، ودي العاصمه كانت بتاعه الهكسوس اللي حكموا مصر في عصر الانتقال الثاني من الاسره 13 للاسره 17. معروف ان صوعن هي منطقه تانيس حاليا ومنطقه صان الحجر اللي هي موجوده في محافظه الشرقيه. منطقه صوعن تم فيها المناقشات ما بين موسى وما بين فرعون مصر على ان هو يسيب شعب بني اسرائيل ويطلعهم من مصر، وحقيقه حصلت فيها المكان ده هو الضربات العشر، وبعد كده طلع قرار فرعون مصر على ان هم يخرجوا من مصر في هذه الفتره. اذا دي منطقه مهمه جدا بالنسبه لنا في التاريخ. منطقه حميس ده اسم مصر قديم، ودي مدينه تقع للجنوب طبعا من منف اللي هي الجيزه حاليا، ودي وصل اليها برضو اللي هم رجال يهوذا طالبين طبعا المعونه من مصر في هذه الفتره. هلاقي برضو ان من ضمن المناطق اللي ذكرت داخل الكتاب المقدس وهي موجوده في صعيد مصر منطقه فتروس. ومنطقه فتروس هي كلمه مصريه قديمه معناها الاقليم الجنوبي، واللي انشقت من كلمه فتروسيم، فتروسيم ابن مصرايم ابن حام ابن نوح، اللي هي طبعا فتروس دي كانت ارض ميلاد المصريين القدماء، وكان بيسكنها مينا موحد القطرين، وذكر داخل الكتاب المقدس في سفر حزقيال النبي. وعند سبي البابليين ورد ان هم تم سبيهم كمان في المنطقه بتاعه فتروس. منطقة كمان نو أمون هي نسبة طبعا للإله أمون، يعني طيبة يعني الأقصر حاليا. ورد طبعا نو أمون في الكتاب المقدس في نبوءة حزقيال النبي ونبوءة حزقيا ونبوءة أرميا النبي. ومعروف إن هي دية المكان اللي جه ليه قمبيز ملك الفوس وبدأ إن هو يستولى على مصر من المنطقة دهيت. هلاقي برضو طبعا إن أسوان أو سون هي ذكرت برضو داخل الكتاب المقدس وهي موجودة في صعيد مصر، ودي من الأماكن اللي عاش فيها اليهود في صعيد مصر. في منطقة الناس بتتخيل انها مش ممكن تكون ذكرت في الكتاب المقدس، كل المدن اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده ذكروا في العهد القديم، لكن في مدينة واحدة ذكرت في العهد الجديد وهي اسكندرية. حقيقي البرنامج ده بيتبث من اسكندرية، واسكندرية هي مدينة غاية في الجمال. مدينة بتقع على البحر المتوسط وهي عروس البحر المتوسط، وهي العاصمة كانت لمدة 10 قرون من القرن الثالث قبل الميلاد لحد القرن السابع ميلاديا. مدينة اسكندرية هي مدينة ذكرت داخل الكتاب المقدس، طب ذكرت فيه؟ ذكرت في سفر أعمال الرسل تحديدا من خلال بولس الرسول لما قال إن هو استعان أو إن هو أخذ سفينة، والسفينة دي كانت سفينة تجارية، وإن السفينة دي كانت طالعة من اسكندرية. وده ذكر طبعا في سفر أعمال الرسل على لسان بولس الرسول في رحلاته لما قال إن هو بيقلع عن طريق تحديدا سفن الإسكندرية. الحاجة التانية كمان انه شاهد الكتاب المقدس على ثقافة هذه المدينة لما اتقال ايلوس كان ملئا بالثقافة اليهودية في الاسكندرية. معلش انا هقف عند النقطة دي شوية. اسكندرية ليه ذكرت في الجزئيتين دول؟ الكتاب المقدس شهد على ان هي كانت المينا الاول التجاري، وشهد على ثقافة اسكندرية، الكلام ده حقيقي. لما نيجي نبص على العصر اليوناني من بداية إنشاء اسكندرية من أيام الإسكندر الأكبر، كان أصلا هو أنشا اسكندرية عشان تكون مينا تجاري. طب ليه؟ لأنه هو جاي على المنطقة بتاعت مصر كان عدى على منطقة سور، وفي منطقة سور ده كان فيها مينا كبير جدا، وده كان المينا التجاري الأول على مستوى العالم في هذه الفترة، فكان كل السفن بتتوجه إلى مدينة سور علشان يتمركزوا فيها للتجارة. حقيقة الإسكندر الأكبر لما دخل المنطقة دي دمر المينا ده تماما، فكان بالنسبة له مهم جدا لما دخل مصر إنه يعمل مينا تجاري بديل، فكانت اسكندرية هي المينا التجاري الأول في الوقت ده.
ادي النقطة الأولانية اللي ذكرها الكتاب المقدس. النقطة الثانية وهي ثقافة اسكندرية. اسكندرية لما حكمها بطلميوس الأول، لأن احنا عارفين ان اليونانيين بنسميهم الأسرة البطلمية لأن هم كلهم كانوا بطلميوس بقى من الأول للـ 12. عموما يعني بطلميوس الأول لما حكم اهتم جدا ان اسكندرية تكون المدينة الثقافية الأولى في العالم، وده حصل فعلا. ان هو انشأ او طلب تحديدا انشاء مكتبة اسكندرية، ودي كانت أول مكتبة عامة في العالم في هذه الفترة. هل ده معناه انه في اثينا اللي هي البلد اللي مليانه ثقافه ما كانش فيه مكتبات؟ لا، كان فيه، بس كانت مكتبات خاصه. كان فيه مكتبه ارسطو، كان فيه مكتبه تحديدا ارخميس، كل دي كانت مكتبات، بس كان كل واحد عنده مكتبه كبيره وكان بيديها للتلامذه بتوعه من بعده، فالناس ما كانش من حقهم ان هم يخشوا المكتبه دي. لكن مكتبه عامه دي كانت اول مره نسمع عنها في العالم، وكانت مكتبه اسكندريه. طبعا المكتبه اللي موجوده دلوقتي ما هياش مكتبه اسكندريه القديمه، لكن عموما مكتبه اسكندريه القديمه دي ما كانش فيه مثيل لها. وبطلميوس الاول اهتم وطلب من ديمتريوس الفاليري ان هو ينشئ هذه المكتبه، وبالتالي كان فيها ثقافه قويه. بس الكتاب المقدس اتكلم على الثقافه اليهوديه وقال انه الثقافه اليهوديه في اسكندريه. اه ده حقيقي، هو اليهود كانوا عايشين في اسكندريه؟ طب ما هو شعب بني اسرائيل طلع من مصر. لا، بس احنا عارفين كويس جدا انه اليهود كانوا عايشين في مصر، وكان في جزئيه كبيره جدا عايشين في مصر. ولما جم اليونانيين اسسوا اسكندريه قسموها لخمس احياء رئيسيه. حي بنسميه حي الالفا، الفا هو الحي الملكي وده اللي كان فيه كل القصور والحاجات الخاصه بالملوك والامراء، وكان الحي ده هو ده اللي فيه مكتبه اسكندريه وفيه الميوزيم، والميوزيم يعني اكاديميه البحث العلمي. علي انه الحي ده كان بيليه حي البيتا، والبيتا ده اللي هو حي النبلاء والناس المهمين من اليونانيين، حي الجامع وده الحي الخاص باليونانيين اللي هم عامه الشعب من اليونانيين، وكان فاضل حيين مهمين جدا، حي الدلتا وحي ابسلون. حي الدلتا هو الحي اللي كان ظهر الحي الملكي، فده كان حي اليهود، واطلق مجازة عليه حي اليهود. هو المفروض انه حي اجناس مختلفه، لكن الشخص الناس الاكثر اللي كانوا بيسكنوا فيه هم اليهود، وعشان كده كان في جزء كبير موجودين من اليهود كانوا موجودين في مصر في هذه الفتره. وعلى فكره اليهود كانوا واخدين حقهم بشكل كبير جدا اذا كان في العصر اليوناني او في العصر الروماني، حتى انه في العصر الروماني مثلا لما جه اوكتافيانوس وحكم لمصر كان لغى المجلس التشريعي للسكندريين، لكن المجلس التشريعي اللي هو بنسميه جيرازيا ايام اليهود فضل زي ما هو. الثقافة اليهودية كمان مش بس تتثبت من خلال الحي بتاعهم، لا، تتثبت من حاجة تانية مهمة. لما جه بطلميوس الثاني فيلادلفيوس وطلب من اليهود انهم يجتمعوا وجمع 70 مترجم من اليهود، وفي ناس بتقول ان هم 72 لان في منهم 2 ماتوا وهم بيترجموا، فبالتالي اصبحوا 72 مترجم. عموما السبعين مترجم او الترجمة السبعينية اللي تمت لسفر او للتوراة كاملة، وده كان تم من العبرية لليونانية. طيب مين اللي طلب من بطلميوس الثاني انه يعمل كده؟ اليهود اللي كانوا عايشين في مصر، لانه في الوقت ده هم كانوا عايزين يتقربوا جدا من الحكم، وكانت اللغه اليونانيه بدات ان هي تبقى اللغه السايده اللي موجوده، وطبعا هم بالنسبه لهم لو ما تعلموش اللغه اليونانيه وما بقتش حياتهم كلها ماشيه بالنظام اليوناني هم مش هيوصلوا للحاجات المهمه في الدوله. وعلشان كده بداوا يهتموا جدا ان حياتهم تبقى فيها جزء يوناني كبير، وطلبوا من بطلميوس في الادلفس في الوقت ده انه يطلب انه يتم ترجمه التوراه من اللغه العبريه الى اللغه اليونانيه. بالفعل تمت هذه التوراه، والكتاب المقدس بيشهد على الكلام ده. طب ازاي؟ احنا عندنا سمعان الشيخ. سمعان الشيخ عاش لحد ما شاف السيد المسيح لما اتولد. طب ازاي؟ سمعان الشيخ كان من ضمن الناس اللي جم لاسكندريه واللي قاموا بترجمه التوراه. طب ازاي؟ هو جه وبدا ان هو يترجم، وهو بيترجم في الاسفار المقدسه لقى الايه اللي بتقول هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا. قال انه ده حاجه مستحيله، هو لو كتب ان هي از فيرجن ان هي عذراء يعني معنى ذلك ان هو ده بيؤكد على ان هي دي حاجه مستحيله. قال خلاص انا اترجمها على ان هي امراه، وقرر بهذا يعني، وقال خلاص مش مشكلة حتى لو جه بطلميوس بعد كده وبدأ يضاهي في الترجمات هو مش هياخد باله. وبالفعل كان ناوي يكتب كده، لكن ظهرت له رؤية في الوقت ده، ربنا قال له انت راح تترجمها زي ما هي مكتوبة، وهتشوف ده بنفسك وهتعيش بنفسك لحد ما تشوف ان فعلا العذراء هتحبل وتلد ابنا. وده ما حدث بالفعل. بعد 300 سنة من ما حدث ظهر فعلا هذا الكلام، وسمعان الشيخ شاف السيد المسيح له المجد بايده وحطه في ايده وقال فعلا هو كده الكلام ده كان صحيح، وفضل عايش لحد ما اتاكد ليه هذا الكلام.
إذن علشان كده الكتاب المقدس شهد في سفر أعمال الرسل على الثقافة اليهودية في الإسكندرية، وبالتالي لأنه فعلا اليهود كانوا مهتمين جدا بالثقافة وكان ليهم دور كبير جدا في الثقافة في الإسكندرية في هذه الفترة. إذن دي كانت من أهم المدن برضو اللي وردت داخل الكتاب المقدس، واللي كتير ناس ولما بيجوا يتكلموا حقيقي على الكتاب المقدس والمدن بيغفلوا إسكندرية بشكل كبير، بالرغم من أن إسكندرية في الوقت ده كانت ليها قيمة كبيرة جدا، وخصوصا في العهد الجديد لأنه السيد المسيح له المجد لما اتولد هو اتولد في العصر الروماني، واسكندرية أصلا اتأسست في العصر الروماني وكانت عاصمة أيضا للعصر الروماني. طيب احنا كده خلصنا جزئية مهمة جدا عن مصر في الكتاب المقدس، يبقى لينا جزئية أخرى، دي سلسلة هتكون مهمة جدا بالنسبة لنا، وهي العائلة المقدسة. كلمة العائلة المقدسة هل هي اتقال هذا اللقب لأي عائلة تانية وردت داخل الكتاب المقدس؟ طب ما احنا عندنا مثلا موسى النبي وعيلته، طب ما احنا عندنا مثلا زكريا الكاهن وأليصابات ويوحنا المعمدان، يعني دول حد ناس ما هماش قليلين، واخر انبياء العهد القديم، واللي هو طبعا عم السيد المسيح، ويعني موضوع كبير. طب مع ذلك ما ذكرش لا في التاريخ ولا في الكتاب المقدس على ان هذه العائله هي العائله المقدسه. لكن حقيقه العيله الوحيده اللي ذكرت بانها العائله المقدسه The Holy Family هي العائلة المقدسة سيد المسيح له المجد القديسة العذراء مريم والقديس يوسف النجار. العائلة المقدسة لما جت لمصر، مين شخص اللي جم مصر؟ طيب والأشخاص اللي جم مصر دول كانوا مين؟ وإيه قصتهم وإحكايتهم؟ إيه الأسباب اللي خلتهم إن هم ييجوا لمصر؟ هل في أسباب واضحة وفي أسباب مش واضحة؟ ودي مهمة جدا بالنسبة لنا، لأنه في سبب على فكرة سياسي مهم الناس بتغفل إنها تتكلم عنه. النقطة الثالثة والمهمة، لما جم وقعدوا في مصر، طبعا الكتاب المقدس نفسه قالوا ان هو جم لمصر، لكن هل هم لما جم لمصر وعاشوا في مصر عاشوا فترة كبيرة في مصر ولا عاشوا فترة قليلة وصغيرة؟ الحاجة المهمة والتانية، احنا ليه بدأنا نهتم بالعائلة المقدسة؟ ليه ريسنتلي بدأ الناس كلها انها تتكلم على العائلة المقدسة وعلى ان هي ليها دور وعلى ان هي دلوقتي لازم الناس ترجع وتقدس في مصر؟ إذا دي أسئلة مهمة إن شاء الله مرة جاية في حلقاتنا القادمة كمان، لأنه هي حقيقي مش هتكون حلقة واحدة، العائلة المقدسة يسرد ليها حلقات وحلقات وحلقات، لكن حقيقة إن شاء الله مرة جاية هنبدأ نتكلم على إيه الأحداث الأخيرة اللي حصلت وما أدت إلى إن الناس تبدأ ترجع تهتم تاني بمرور العائلة المقدسة على أرض مصر. خلونا نكمل المرة الجاية قصة العائلة المقدسة ونشوف الأشخاص بتوعنا مين، وخلينا نشوف الأحداث الأخيرة اللي حصلت في مصر وأدت إلى الاهتمام بمسار العائلة المقدسة وإن هو يوضع على التراث العالمي إذا كان تراث مادي أو لا مادي. بشكر حضراتكم جدا ومنتظر حضراتكم في الحلقة القادمة لأنها هتكون حلقة ممتعة للغاية. أنا في انتظار حضراتكم.